حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار صرف الدينار أمام الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، وسجل الدينار 1578 دينارا لكل دولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، فيما سجل الدينار في محال صيرفة 1590 دينارا لكل دولار في المبيع و 1570 دينارا للشراء. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين في حكومة بغداد التي تؤكد على إعادة صرف الدولار إلى سعره السابق، إلا أن أسعار الصرف ما تزال مستمرة في الارتفاع وتتسبب بتداعيات كارثية على حياة العراقيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن العراقي. خفضت دائرة المنتوجات النفطية في نينوى حصة البنزين للسيارات الخصوصي والأجرة في عموم المحافظة، فقال مصدر في المنتوجات النفطية إن تأخير التصاريح الأمنية سبب رئيسي وراء تخفيض دائرة المشتقات النفطية لحصة السيارات من الوقود من 50 لترا إلى 40، مع بقاء نفس التوقيتات السابقة للتسلم. ويقول مواطنون إن الأزمة التي تضرب محطات التعبئة والوقود بين اليوم والآخر هي أزمة مفتعلة، الغاية منها فقط انشغال المواطنين وراء المحطات والانتظار لساعات طويلة، مطالبين بإيجاد حل لهذه الأزمة المفتعلة، سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ما يصعب انتظار المواطنين لساعات طويلة في محطات الوقود. أعلن الأردن أن العراق جاء ثالث أكبر مستورد لصناعة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023. وذكرت غرفة صناعة عمان الأردنية أن صادرات الغرفة لدول العالم خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي وصلت إلى 1,273 مليون دينار أردني مقابل 1,057 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام الماضي. أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأضرار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الشهر الماضي ستتجاوز 100 مليار دولار. وقالت المسؤولة في البرنامج الأممي لويزا فينتون إن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا، وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 16 من الشهر الجاري لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال. أعلنت منظمة أوبك أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بأكثر من مليوني برميل يومياً. وبحسب أوبك فإن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد بمليونين وثلاثمائة ألف برميل يومياً، وأن أغلب النمو سيكون في دول آسيا والذي يشمل الهند والصين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.